صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 40 لسنة 2022 بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. جاء فيه: صدق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 29 من يونيو 2022 والمرافق لهذا المرسوم.